كيف تختار فريقك سمو الأمير؟ طبعا ما في شكل الكفاءة والقدرة وإلى آخره هذه أساسيات، بس أهم شيء يكون الشغف عند المسؤول، أنه المسؤول لما يتعين في منصب معين تكون القضية هذه قضيته الشخصية الباشن حقه. فمثلا لو أضرب مثال مثلا في الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، صح أنه تهم الرياضة، صح أنه كفو لهالمنصب، لكن قضية الرياضة قضيته الشخصية، شيء بيرسونال بالنسبة شغوف الرياضة بالنسبة له. فالباشن هو أكبر دافع المسؤول أنه يتحرك بأكبر قدر ممكن. إذا كان هناك مسؤول بدون باشن للعمل هو يقوم فيه، من الصعب جدا أن ينجز أهداف وتطلعات كبيرة جدا. تستطيع أن ترى مثلا نفس الشيء على كثير من الوزراء، لو تطرح لأي اسم أقدر أعطيك من وين الباشن حقه جاي وليش هو يبغى يحقق هذا العمل في كل قطاع يعمل فيه.